السلام عليكم أخي، نحن هون بهالمخيم الوضع كثير صعب، وعندي هالخيمة بتضل كل ما شتت الدنيا هي بتصير بتسرب علينا مي كلياتها متنقبة، صار لها زمان عندنا وحوالينا كله طين، الواحد الولد مرض ما بنحسن ناخده على الدكتور يعني، وهي إذا صار هوا بدنا نضل كل الليل فايقين كرمال الأولاد، ونخاف إن هالخيمة تقع علينا، والوضع كثير صعب يعني، وعلى هالمطر على هذا الواحد بده يضل خايف على الاولاد اذا يعني كمان حتى تدفي اماكن. وتفضل خي شوف الخيمه من جوا، هاي وضع الخيمه كلياتها، هاي اللي بنملكها، هاي مطبخ وغرفه وحمام للاولاد، هاي الفرش تبع المنامي، هاي خزانه البيت، هاي الوضع كلياته، هاي اللي عم ندفع عليهم، وكمان لما منشعل الصوبة كتير بتطالع دخني، والدخن كتير عم بضر الولاد وعم بيضلوا مرضانين من الدخن، والوضع يعني كتير صعب، لحتى إذا بدي حمم الولاد وبدي أغسل لهم تيابهم ما في عندهم تياب على السواء نلبسهم بما ينشفوا هدول، ما نعرفاني كيف بدنا نمضي هالشتوي بهالخيمة هاي، وعندي هالولاد كلهم صغار، عندي ابنها 7 سنين، هذا 3 سنين، هذا 2، وهذا 5.